ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. أهلا بك طارق. دعنا نبدأ بالوضع الآن في الرمادي. سفيان، تواصل القوات العراقية النظامية المشتركة بمختلف صنوفها جهودها وعملياتها العسكرية منذ 7 أيام متواصلة في محاولة لاستعادة السيطرة على الأحياء الوسطى من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وبالفعل تقدمت القوات العراقية باتجاهين، باتجاه اليمين من المجمع الأمني باتجاه حي الحوز، وقد سيطرت على ما نسبته 80% من هذا الحي الاستراتيجي الذي كان يستخدمه المسلحون في قصف المجمع الأمني وسط المدينة. هذا المجمع الذي تستخدمه الحكومة المحلية في مقراتها، بالإضافة إلى أنه يضم أكبر الثكنات للقوات العراقية. في المحور الآخر تقدمت القوات العراقية نحو حي الشركة ونحو حي الليثة، بالإضافة إلى تقدمها نحو حي التأميم الذي تدور فيه المعارك العنيفة الآن على حد وصف قيادة عمليات الأنبار. طبعا هذه العمليات تدور بمشاركة أبناء عشائر البوفهد تحديدا، بالإضافة إلى إسناد من مروحيات الجيش العراقي التي تقصف معاقل المسلحين بشكل متواصل طوال 24 ساعة الماضية. حصيلة قتلى المسلحين بلغت لحد الآن خلال عمليات اليوم فقط 33 ممن تم التأكد من قتلهم على حد وصف الضباط الميدانيين في قيادة عمليات الأنبار. هؤلاء الضباط يؤكدون بأن اليومين الماضيين ومنذ إعلان الصفحة الثانية من عملية استعادة السيطرة على الرمادي تسير وفق جدول الزمني المحدد لها، ومن المنتظر أن يتم تحرير الرمادي خلال الأيام المقبلة دون تحديد سقف زمني لهذه العمليات. نعم. طيب طارق، ماذا عن بغداد؟ كان هناك على ما يبدو عمليات ضد الشيعة أيضا في العاصمة العراقية. يعني سفيان، العاصمة العراقية بغداد تشهد تطبيق إجراءات أمنية استثنائية دون تحديد طائفة معينة، لكن ومنذ بدء عملية دخول المسلحين أو اجتياحهم لأغلب أحياء مدينة الرمادي بالتزامن مع عملية نزوح المئات أو الآلاف من أبناء الرمادي نحو بغداد، لجأت قيادة عمليات بغداد بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع إلى إعلان ما يشبه حالة الطوارئ، وعادت شوارع بغداد تشهد فرض إجراءات أمنية مشددة تمثلت بنصب حواجز تفتيش ثابتة ومتحركة تم رفعها خلال الشهر الماضي. لكن هذه الإجراءات، وكما تشير وزارة الداخلية العراقية، هي إجراءات استثنائية تهدف لفرض الأمن داخل العاصمة بغداد تحديدا، خصوصا مع تأكيد المواقع الإعلامية التابعة للدولة الإسلامية بأن هنالك غزوة سيتم تنفيذها عبر خلايا هذا التنظيم في بغداد بتاريخ 28 أبريل الحالي. طارق ماهر كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.